طب طالما في تجارب، طالما في مرض، طالما في يعني، هل في بركة من وراء الألم؟ ده بالتأكيد، بالتأكيد. احنا كنا لسه بنقول ان آدي داود يقول خير لي اني تذللت. خير لي انت، ايه ده وسط الالم، وسط الالم. بقول لكل واحد بنختبر قرب الله منا. سي اس لويس قال الله يهمس الينا في افراحنا، يتكلم الينا في ضمائرنا، لكنه يصيح في وقت الألم. يصيح، بيقول الألم هو المزياع اللي بيستخدمه الله عشان ينقذ العالم. فأنا بقول بالعكس، على رأي واحد قال أشك إن الله يبارك إنسان بركة عظيمة بدون ألم. أبونا جان باول اليسوعي، راجل أنا بحب كل كتاباته، يقول إن أعظم بركات الله تأتي إلينا متنكرة في ثياب أزمة. شوف القول وجماله. إن أعظم بركات الله تأتي متنكرة في ثياب أزمة. يقولك تلاقيها أزمة جيالك، لكن تكتشف من خلف الأزمة في بركة. يوسف إيه اللي حصل معاه؟ إخواته عملوا مؤامرة. وأنا بقول إيه، في مرات تتعمل مؤامرة وتنجح المؤامرة، مش شرط كل مؤامرة يفشلها. لكن لما يقول في مزمور 103 يفدي من الحفرة حياتك. لما عدت أدرس الآية دي لقيت إن كلمة الحفرة مرات تعني الموت، ومرات الحفرة تعني مؤامرات الأعداء. مؤامرات الأعداء، حفروا قدامي حفرة سقطوا في وسطها، مش بيقول كده؟ فالحفرة تعني، فلقيت إن الفعل يفدي في اللغة العبرية، وإنت أستاذ العبري كله، لقيته بيعني ينقذ ويخلص، لكن جايب معنى كمان يعوض. إن في مرات المؤامرة بتنجح لكن الرب يعوضها. فهم عملوا مؤامرة ليوسف، نجحت المؤامرة. الرب خده من المؤامرة دي وصله لغاية فين؟ للمجد. نعم. صح ولا غلط؟ ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ يعني المؤامرة نجحت ويوسف ترمى في البير واتباع للقافلة بتاعت الإسماعيلين، وبعدين نبص ليه يبقى يتربى على الكرسي الأول في مصر. فأنا بقول في بركة؟ في بركة. الرب هيباركنا بشرط ان يا كل انسان بتتألم وتعاني ثبت عينيك على ربنا.